وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المسؤولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي في ضوء ما تم التوافق عليه من تخفيضات من قبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخبز السياحي والإفادة بنتائج تلك المتابعة بشكل دوري. جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير المنطقة المحيطة، كما تفقد مدبولي المكان المخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والنصب التذكاري للجندي المجهول، إلى جانب تفقد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة، وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء، موجها بدراسة توسعة الممشى السياحي ليكون متنفسا لأهالي دمياط.